احنا مش مسؤولين عن حساب الناس، لست عليهم بمسيطر من اواخر الايات التي خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لك من الامر شيء. اذا ابن القيم بيقول ان انوار التوحيد التي اضاءت في قلب هذه المرأة في هذه اللحظة محت كل ظلمات المعصية. ليه؟ لانها فعلت ذلك مخلصة، فعلت ذلك متجردة، فعلت ذلك راحمة. كل هذه المعاني النبيلة اعتملت في قلبها في تلك اللحظة، فشكر الله لها فغفر له. لو واحد تكفيري يقول لا والله لو عملت ايه، والله لو اتنططت قدامي برضه هتخش النار، هتخش النار، لانه يسعد بان يدخل الناس النار ويحزن حينما يدخل الناس الجنة. اذا هم حاجتين، الاصل في النفوس كلها العصمة، والاصل في المسلمين جميعا الاسلام. ولا تزول هذه الاصول الا بيقين اعظم منها، اوضح من شمس النهار كما قال العلماء. لان الاسلام لم يأتي باتلاف النفوس كما يقول ابن دقيق العيد، هذا بنيان الله، مش اي واحد يجي يهدمه او يقتله او يسفكه او يفجره او ما الى ذلك. اذا مهمة الدعاء ايه؟ مش تكفير الناس ولا تفسيق الناس ولا تبديع الناس ولا مهمة الحركة الإسلامية، إنما على الحركة الإسلامية أن تأخذ أربع نقاط. نحن دعاة لا قضاة. لن تكون مهمتكم يوما ولا مهمة أحد الحكم على الناس، هذه مهمة القضاة وحدهم. نحن دعاة لا قضاة، وليس عندك ملكات القضاة ولا أدوات القضاة حتى تحكم على الناس. وكلنا يعلم مسائل الحكم على الناس، ممكن متأول، ممكن مكره، ممكن خاطئ. الرجل الذي قال اللهم من شدة الفرح، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. لو سمع تكفيري منه لكفره على الفور، إنما هو أخطأ من شدة الفرح، والنبي صلى الله عليه وسلم يتيه بهذا الحديث وبهذا المثل. إذا نحن دعاة لا قضاة، نحن دعاة لا قساة، نحن دعاة لا بغاة، نحن دعاة لا ولاة. لن يستلب الدعاة مناصب الحكام فيقيم الحدود مثلا، أو يقيم التعزيرات، أو يطبق على الناس الأحكام حتى وإن لم تكن هذه الحدود موجودة. أربع قواعد لو أخذت بها الحركة الإسلامية أو أخذ بها شبابها لسلمت الحركة الإسلامية من كل عطب وعيب. نحن دعاة لا قضاة، نحن دعاة لا قساة، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.